لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المغرب يتخذ الخطوة الأولى لعزل السفارة الإسبانية. وصفته بالعمل البطولي صحيفة هولندية تختار الملك محمد السادس شخصية الأسبوع. إسبانيا ترغب في إنهاء الأزمة مع المغرب، تصريحات جديدة لغونزاليس لايا، شاهد التفاصيل. المغرب يتخذ الخطوة الأولى لعزل السفارة الإسبانية. استبعدت الحكومة المغربية الثلاثاء الماضي سفير الدولة الإسبانية ريكاردو دييز من لقاء السفراء الأجانب المعتمدين بالرباط، حسب ما استسقته صحيفة سبتة من مصادرها المطلعة، حيث أكدت صحيفة سبتة من مصادر دبلوماسية إسبانية ما يمكن اعتباره أول عقوبة صادرة من المغرب ضد إسبانيا بعد شهر من بداية الأزمة الدبلوماسية الثنائية بين البلدين بسبب إدخال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى مستشفى في لوغرونيو بهوية مزورة بعد سحب السفيرة المغربية كريمة بالعيشة وتعليق عملية عبور المضيق هذا الصيف، إذ استدعى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج المغربي للتنمية شاكيب بن موسى السفراء الأجانب لشرح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة ثمار رؤية جلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها في عام 2017 والتي تهدف إلى مشاركة جميع الأطراف في البلاد لتحقيق نجاحها. لكن ما حدث بالضبط أنه لم تتم دعوة سفيري إسبانيا وألمانيا لحضور الاجتماع بسبب الأزمة الدبلوماسية المفتوحة مع هذين البلدين الأوروبيين بشأن مسألة الصحراء المغربية، تضيف صحيفة سبتة. وعقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية برئاسة ناصر بوريطة وبعد اعتراف رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر أن الصحراء المغربية، تصر حكومة بيدرو سانشيز منذ بداية الأزمة على أن الموقف التقليدي لإسبانيا لن يتغير حتى يصل الطرفان إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة. وفي 6 مايو استدعى المغرب سفيرته في برلين زهور علوي لتشاور، أكدت مصادر دبلوماسية إسبانية أنه لا حكومة سانشيز ولا السفارة التي يترأسها دييز قد تلقت أي اتصال من الرباط بتجميد القنوات الدبلوماسية. ومن الجانب الإسباني تمت الإشارة ببساطة هذا الجمعة إلى أن السفارة لم تتلقى أي دعوة لحضور اجتماع بن موسى وبالتالي لم يكن هناك حضور إسباني في الحدث المذكورة. وعلقت المملكة المغربية علاقاتها الدبلوماسية أيضا مع ألمانيا في 1 مارس، وأشار ناصر بوريطة في مذكرة حكومية إلى أن ذلك يرجع إلى سوء فهم عميق فيما يتعلق بالقضايا الأساسية للمملكة المغربية. بعد يومين أصبح معروفا أن هذا القرار يتعلق بموقف برلين في نزاع الصحراء ووضع العلم الصحراوي على واجهة مبنى بلدية بريمن، تضيف صحيفة سبتة، مضيف أن رئيس الدبلوماسية المغربية أمر بوقف أي اتصال أو تفاعل أو عمل تعاوني مع السفارة الألمانية في المغرب مع المنظمات التعاونية والمؤسسات السياسية الألمانية، في إشارة إلى فريدريك إيبرت وكونارد المرتبطين. وصفت عمله بالبطولية صحيفة هولندية تختار الملك محمد السادس شخصية الأسبوع. اختارت جريدة NRC الهولندية الواسعة الانتشار الملك محمد السادس كشخصية الأسبوع بسبب عمله الذي وصفته بالبطولية في تخفيض تذاكر الطائرة الجالية المغربية. وعزت الصحيفة الهولندية هذا الاختيار لتمكين ملايين المغاربة في جميع أنحاء العالم من رؤية عائلته مرة أخرى، مشير إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات لشركة الطيران والعبارات لخفض الأسعار المرتفعة، كان ذلك ناجحا. وأضافت الصحيفة أن سعر تذاكر الطيران انخفض بشكل حاد من آلاف الأورو إلى 100 إلى 150 أورو. الصحيفة تضيف طوابير طويلة لوكالة السفر و120 ألف حجز خلال 24 ساعة في الخطوط الملكية المغربية. إنه شخصية الأسبوع ملك المغرب محمد السادس. إسبانيا ترغب في إنهاء الأزمة مع المغرب، تصريحات جديدة لغونزاليس لايا. جددت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا يوم الأحد رغبة بلادها في إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع المغرب على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي سرا وبهوية مزيفة. وأوضحت الوزيرة الإسبانية في تصريحات صحفية، قبل شهر دخلنا في أزمة لم نكن نريدها مطلقا والتي من الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن،
سنعمل على خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقة. وأضافت أرانشا غونزاليس لايا أن هذا يتطلب مني قدرا كبيرا من الحيطة والحذر دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى نفت وزيرة خارجية إسبانيا أن تكون العلاقة بين إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد ضعفت ودافعت لأنها علاقة قوية للغاية على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي. وردا على السؤال حول ما إذا كانت إسبانيا تفكر في مطالبة الوكالة الأوروبية فرونتكس بالانضمام إلى أعمال مراقبة الحدود في مدينة سبتاوم ليليا المحتلتين، أوضحت غونزاليس لايا أنه يجري تقييم ما إذا كان من المناسب دمج وكالة فرونتكس ولو جزئيا في مراقبة الجهات الخارجية. يذكر أن إسبانيا اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن تساهم في حل الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين مدريد والرباط، حيث أجرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا اتصالا هاتفيا مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين، وأبلغته أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه كانت له عواقب على إسبانيا. إعلام ليبي: حفتر يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة. قالت وسائل إعلام ليبيا إن ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر أعلنت الحدود مع الجزائر السبت منطقة عسكرية مغلقة. يأتي ذلك إطلاق ميليشيا حفتر الخميس عملية عسكرية في الجنوب الليبي بزعم ملاحقة من وصفتهم بالإرهابيين التكفيريين. وأفادت قناة ليبيا الحدث السبت بأن ميليشيا حفتر تعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة يمنع التحرك فيها. ونشرت القناة صورا قالت إنه انتشار عدد كبير من السيارات رباعية الدفع وعربات البيك أب المسلحة بمدافع رشاشات من اللواء 128 التابع لميليشيا على الحدود الليبية الجزائرية دون ذكر تفاصيل أخرى. فيما نقل موقع عين ليبيا خاصة أن مسلحين من ميليشيا حفتر سيطروا على معبر إيسين الحدودي مع الجزائر. نشكركم على حسن المتابعة.